بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب في كل مكان، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات Online Digestive System Module اللي بنكمل فيها موضوعات كلامنا عن Digestive Tract وبالتحديد Large Intestine. ومعادنا في محاضرة النهاردة أو في الفيديو اللي قدامكم ده هنتكلم عن Anatomy of the Anal Canal. طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم ان ده The Large Intestine Part 4. بعد ما خدنا In Part 1 Cecum and Appendix، Part 2 خدنا كل ما يسمى colon، ascending colon and colic flexures مع transverse colon and descending colon and sigmoid colon. خدنا في large intestine number 3 the rectum، والنهاردة ان شاء الله معدنا مع last part او the last structure او the terminal structure of the large intestine اللي هو النهاية بتاعت the digestive tract والنهاية بتاعت the large intestine خالص اللي هي the anal canal اللي هي القناة الشرجية، المخرج النهائي ل القناة الهضمية بتاعتنا. معاكم بالشرح والتوضيح كالمعتاد دكتور أحمد فريد، مدرس الأناتومي والبيولوجي في كلية الطب جامعة عين شمس. إن شاء الله تكون محاضرة خفيفة برضو نتكلم فيها عن الأناتومي أوف ذا أنال كانال من حيث البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاعها، ومن حيث السفنكترز اللي هي بتتحكم فيها أو المسكليتشر بتاعها والليمفاتيك درينج أند سو أون. ولو في حاجة كلينيكال أبلايد أناتومي نقدر نتكلم عليها بحيث يبقى لمينا إن شاء الله كل الموضوع من حيث الجنرال اناتومي ومن حيث كمان الابلايد اور كلينيكال اناتومي. هنبدا كده بالصوره الظريفه اللي انت شايفها قدامك دي اللي انت اكيد شفتها معايا قبل كده لما اتكلمنا عن الريكتوم. ادي السيمسس بيوبس، ده ساجيتال سيكشن ان ميل بلفس. ادي السيمسس بيوبس العظمه اللي قدام، وادي السيكرم العظمه اللي في الخلف، وادي البلفيك اورجانز. عندي هنا اليورينري بلادر جاست بيهايند ذا سيمسس بيوبس، نازل منها اليوريثرا، وبعد كده دي البينايد يوريثرا رايحه على البينس زي ما انت شايف. وعندي الاورجان اللي جاست انتيرير تو ذا سيكرم هو الريكتم. الريكتم بدا من عند اس 3 فيرتبرا، ادينا بنراجع مع بعض اهو، ونزل 1 انش بيلو ذا كوكسكس، 1 انش بيلو ذا كوكسكس عشان يكمل ويدي الانال كانال اللي هي تعتبر جزء قصير جدا من اجزاء اللارج انتستين. وزي ما انت شايف الانال كانال اهي بدات 1 انش بيلو ذا كوكسكس وقامت خلصانه في فتحه الانس او الانال اوبننج، ماشي، او فتحه الشرج. يبقى هي دي منطقه الانال كانال اللي هنتكلم عنها النهارده اللي انا بنورها بالليزر دي، واخر جزء منها اللي هو الانس او فتحه الشرج. اوكي، سو ذا انال كانال از ذا تيرمينال بارت اوف ذا لارج انتستين. زي ما انت شايف طولها بيتراوح من 2.5 الى 4 سنتيمتر، يعني طولها بيتراوح دايما من 2.5 سنتي لحوالي 4 سنتي. طيب بتبدا منين؟ زي ما قلت لك بتبدا 1 انش بيلو ذا كوكسكس، انا قلتها لك وريتها لك على الصوره 1 انش بيلو ذا كوكسكس. يبقى لو ده تيب اوف اور كوكسكس انزل كده 1 انش هتلاقي الريكتم مكمل، وينتهي هذا الريكتم عند 1 انش تحت الكوكسكس عشان يدي بعد كده الانال كانال اللي انا حطيت لك عليها دايره في الرسمه دي. والبدايه بتاعتها اسمها ريكتو انال جانكشن، يعني الوصله اللي بين نهايه الريكتم وبدايه الانال كانال، فعشان كده بنسميها ايه؟ ريكتو انال جانكشن. It passes downwards and backwards to end at the anal opening or the anal orifice or the anus. يبقى بعد ما بتبدا كده من عند الريكتو انال جانكشن تقوم نازله كده directed downwards and backwards، تروح تفتح ناحيه الخلف وتنتهي بالفتحه الشرجيه بتاعتها. اوكي، من ضمن الحاجات الظريفه في الانال كانال دي انها زي ما انت شايف هي من التيرمينال اوبننجز ان اور بودي، زي اليوريثرا كده. اليوريثرا برضو تعتبر من التيرمينال اوبننجز، وزي الفاجينا ان فيميل تعتبر برضو من التيرمينال اوبننجز اللي تحت في الجسم. فدايما بتبقى من خصائص التيرمينال اوبننجز دي انها الامبريولوجي بتاعها او الديفلوبمنت بتاعها بيبقى جزء جاي من داخل الجسم من الاندوديرم وجزء جاي من خارج الجسم اللي هو الاكتوديرم. اوكي، طيب نبص بصه كده، ادي كورونال سيكشن ان ذا انال كانال، كورونال سيكشن ان ذا ترمينيشن اوف ذا ريكتوم اند ذا انال كانال، وادي فتحه الانس. يبقى ده واحد واقف في الاناتوميكال بوزيشن عادي خالص وخدت فيه كورونال سيكشن، وقمت شايل الانتيرور بارت وباصص على البوستيرور بارت بتاعه. This is coronal section، يعني ده الرايت سايد بتاع الشخص وده الليفت سايد بتاع الشخص، والشخص ده واقف باصص لي. اوكي، and this is the pelvic floor muscles، الليفيتور اناي ماسل اللي كانت عامله lateral relations around the rectum باماره البيوبوريكتالس لو فاكرين من المحاضره اللي فاتت. وادي نهايه الريكتم وبدايه الانال كانال، ونهايه الانال كانال خالص اهي هي الفتحه الشرجيه اللي هي الانس.
قال لك خلي بالك بقى the development of this anal canal its upper part develops from endoderm and its lower part develops from ectoderm. ازاي بقى؟ قال لك الابر بارت جاي من الاندوديرم. يعني ايه جاي من الاندوديرم؟ قال لك الابر بارت ده اللي انا بشاور عليه ده اللي هو الابر بارت اوف ذا انال كانال طالع من نفس الديفلوبمنت اريا بتاعت الدايجستيف تراكت اللي هي من اخر حته في الهايند جات اللي هي كان اسمها كلاوكا واتقسمت نصين، نص ادى يوروجينيتال ساينس ونص ادى ريكتو انال كانال لو تفتكر الامبيرولوجي بتاع المنطقه دي. ولو مش عايز تفتكر ان شاء الله في فيديوز قادمه هنشرح الامبيرولوجي بتاع المناطق دي كلها. اوكي سو ذا ابر بارت اوف ذا انال كانال ديفلوبس فروم ذا اندوديرم، فعلشان كده لايند باي كولامنر ايبيثيليوم هتاخدوها في الهيستولوجي ان شاء الله زيها زي الريكتم والانتستين لانها طالعه من الاندوديرم اوف ذس اير. اما اللور بارت زي ما انت شايف اللي هو الجزء اللي تحت ده ذا لايند باي سكويموس ايبيثيليوم علشان ده جاي من الاكتوديرم بتاع السيرفس اكتوديرم بتاع البودي، بيبقى يحصل كده انفاجينيشن في السيرفس اكتوديرم وبعد كده يحصل كونكشن بين الابر بارت واللور بارت، والمنطقه دي كان بيبقى فيها حاجه اسمها انال ميمبرين او كلاوكال ميمبرين. تمام، قال لك الجانكشن بين التو بارتس بين الجزء اللي خرج من الاندوديرم اللي هو الابر بارت والجزء اللي حصل له ديفلوبمنت من الاكتوديرم اللي هو اللور بارت از ماركت باي لاين اسمه بيكتينت لاين لانه عامل زي سنان المشط كده بيكتينت لاين. This site of the embryological anal membrane. كلنا عارفين ان الفيتس او هنعرف ان شاء الله لما ناخد الامبريولوجي ان الانال كانال بتاعته الابر بارت بتاعها بي ديفلوب فروم ذا اندوديرم اوف ذا جات تيوب واللور بارت بي ديفلوب فروم ذا اكتوديرم اوف ذا سيرفيس اوف ذا بودي، وبيبقى في ميمبرين بينهم اسمه انال ميمبرين. المفروض الانال ميمبرين ده يرابتشر او يتفتح قبل الولاده علشان يبقى في باسج للفيسز. اوكي ما علينا، قال لك الوصله اللي بين الاثنين دول او المنطقه اللي بتحدد المارك او العلامه اللي بين الاندوديرمال اوريجين ابوردز اند اكتوديرمال اوريجين داونوردز اسمها بيكتينت لاين. وخلي بالك البيكتينت لاين ده هيبقى نقطه فاصله في البلاد سبلاي وفي النيرف سبلاي وفي الليمفاتيك درينج وفي الفينوس درينج. اوكي علشان زي ما انت شايف هتلاقي الجزء الفوقاني يتبع الجات تيوب يعني يتبع البورتال سيركيليشن ويتبع الليمفاتيك درينج والبلاد فيسلز بتاعه الدايجستيف تراك، اما اللور بارت هتلاقيه بيتبع البلاد سبلاي والليمفاتيك درينج بتاع البرينيوم يعني له علاقه بالسيستميك سيركيليشن and so on وهنشوفها بعد شويه. يبقى اذا اول تو سلايدز دول انا كنت بقول لك بس بدايه ونهايه الانال كانال واديتك فكره مبسطه عن الامبريولوجي بتاعها تصبرك شويه لحد ما نشوف الامبريولوجي ان ديتيلز. تعال بقى نتكلم على السبلاي اوف ذا انال كانال. بص معايا على الصور الجميله دي، ده برضو كورونال سيكشن ان ذا انال كانال، هتلاقي دايما ده منطقه البيكتينت لاين اللي انا ماشي عليها بالليزر دي التي تفصل بين ذا endodermal origin of the anal canal and the ectodermal origin of the anal canal. هي مش بتفصل ولا حاجة، هو الكونكشن موجود بين التو بارتس لأنها لازم تكون قناة مفتوحة مع الدايجستيف سيستم علشان تسمح بخروج الفيسز وتسمح بخروج الفضلات، ولكن هي علامة بس بتبين لك إن المنطقة دي خلي بالك فوقيها كان endoderm وتحتيها كان ectoderm، فوقيها columnar epithelium وتحتيها squamous epithelium. أوكي؟ فهتلاقي إن البلاد سبلاي سواء كان arteries او فينوس درينج او الليمفاتيك درينج مختلف فوق عن تحت، فعلشان كده عملت لك مايند ماب تو ذا سبلاي اوف ذا انال كانال ريجاردنج تو ارتريز فينز نيرفز اند ليمفاتكس، ان انا اقسمها لك اباف ذا بيكتينت لاين يعني الجزء اللي هو كان اندوديرمال ان اوريجين وله علاقه بالانتستين، والنص الثاني من المايند ماب هيبقى بيلو ذا بيكتينت لاين اللي هو كان اكتوديرم وله علاقه بالبرينيوم. اوكي خلي بالك ان البلاد سبلاي بتاع الابر بارت اوف ذا انال كانال هيجي له ارترز من السوبيريور ريكتال ارتري. هو مين السوبيريور ريكتال ارتري ده؟ حد فاكر؟ اه يا دكتور احنا فاكرين ومتابعين مع حضرتك. ذا سوبيريور ريكتال ارتري از ذا كونتينيويشن اوف ذا انفيريور ميزنتريك ارتري، وده كان الارتري اوف ذا هايند جت. تمام، طب الفينوس درينج بتاع الابر بارت ده رايح فين؟ اوه اهو رايح للسوبيريور ريكتال فين، وحطيت لك علامه استفهام عشان الحته دي مهمه قوي لبقيه الابلايد اناتومي اللي هقوله في اخر المحاضره. علامه الاستفهام دي معناها ايه؟ معناها ان السوبيريور ريكتال فين ده هيمشي ويخش فوق او يطلع فوق في الانتستين علشان يبقى اسمه انفيريور ميزنتريك فين.
زي ما كان السوبيرو ريكتال ارتري is the continuation of the inferior mesenteric artery, so the superior rectal vein will continue as the inferior mesenteric vein. ولما درسنا البورتال سيركيليشن عرفنا ان الانفيرور mesenteric vein will drain into the splenic vein. ولو مشينا ورا السبلينيك فين هنلاقيها يلتقي مع السوبيريور ميزنتريك فين عشان يعملوا البورتال فين اللي يخش الليفر. So this is portal circulation. يبقى الابر بارت اوف ذا انال كانال درينز وذ ذا بورتال فينوس سيركيليشن سيستم. عشان كده حطيت لك علامه استفهام. طب بالنسبه لللمفاتكس هنروح للانترنال ايلياك لمف نودز. هنروح للانترنال ايلياك لمف نودز. اوكي ماشي. وده كان له علاقه بالريكتم. لو فاكر ان الابر بارت اوف ريكتم كان بيروح للانفيريور ميزنتريك لمف نودز واللور بارت كان بيروح للايلياك لمف نودز. يبقى الابر بارت اوف انال كانال هيتبقى اللور بارت اوف ريكتم, وده منطقي جدا. النيرفز هتبقى اوتونوميك نيرفز, اوتونوميك نيرفز نوت سنسيتيف تو بين اند تاتش بات سنسيتيف تو تنشن. يعني الابر هاف اوف ذا انال كانال از سبلايد باي اوتونوميك نيرفس سيستم. يعني ممكن يجي له سمباثيتك سبلاي من الانفيرور هايبوغاستريك بلكسس, وممكن يجي له باراسمباثيتك سبلاي من البلفيك سبلانكينج نيرف. اوكي يعني كله اوتونوميك. ولما هنتكلم على الانترنال انال سفنكتر اللي موجود في المنطقه اللي فوق دي برضو هيبقى اوتونوميك وانفولنتري ان اتس كنترول. تمام. تعال بقى لللور بارت اوف ذا انال كانال اللي هو بيلو ذا بيكتينت لاين. بفكرك تاني ان اللور بارت اوف ذا انال كانال ده كان اكتوديرمال ان اوريجين, جاي من السيرفيس اكتوديرم. يعني لازم ياخد نيرف سبلاي من السوماتيك نيرفس سيستم. يعني هيبقى سنسيتيف تو بين اند تاتش اند تمبريتشر. اوكي وفي نفس الوقت لو في اكسترنال انال سفنكتر متحكم في المنطقه دي هيبقى فولنتري لانه هيجي له من السوماتيك نيرفس سيستم سبلاي. طيب وريجاردنج تو اتس بلاد سبلاي زي ما انت شايف هيبقى له علاقه بالبرينيال بلاد فيسلز, والفينوس درينج بتاعه هيروح للسيستميك سيركيليشن, ملوش دعوه خالص بالبورتال سيركيليشن. نشوف كده مع بعض. قال لك هيجي له ارتريز من الانفيريور ريكتال ارتري, والانفيريور ريكتال ارتري ده له علاقه بالبيودندال ارتري اللي هو البلاد سبلاي اوف ذا برينيوم. والفينز بتاعته هتمشي مع نفس الاسم انفيريور ريكتال فين, وحطيت لك علامه استفهام. الانفيريور ريكتال فين ويل درين انتو بيودندال فينز او البرينيال فينز, يعني سيستميك سيركيليشن اند نوت بورتال سيركيليشن. الليمفاتيك درينج هيروح للسوبرفيشال انجوينال لينف نودز. ايه سوبرفيشال انجوينال؟ ده بره خالص يعني ناحيه الانجوينال ريجون, ملوش دعوه بالانترنال ايلياك لينف نودز ولا الابدومينال لينف نودز خالص. اند نيرفز وود بي سوماتيك زي ما قلت لك, هيجي له من الانفيريور ريكتال نيرف اللي ليها علاقه بالبرينيال نيرف سبلاي, وده بيخليه سوماتيك انرفيشن. يعني بيبقى المنطقه دي من الانال كانال اللور بارت سنسيتيف تو بين اند تاتش اند تمبريتشر. اوكي تمام فيري جود. سو از يو سي ان ذيس بيكتشرز ذا بيكتينت لاين اكتس از ووتر شيد, كانه كده منطقه بتفصل شلالين من البلاد سبلاي. بلاد سبلاي فوق جاي من السوبيريور ريكتال لو كونتينيويشن اوف انفيريور ميزنتريك, بلاد سبلاي تحت اللي هو الانفيريور ريكتال اللي له علاقه بالبيودندال blood vessels and perineal blood vessels. الجزء الفوقاني رايح to drain into superior rectal vein اللي هيروح لل inferior mesenteric vein then splenic vein portal vein and so on the portal circulation. اللي تحت inferior rectal vein اللي هيروح systemic circulation. lymphatic drainage من فوق هيروح لل iliac lymph nodes تمام عن طريق superior rectal vein و artery, لكن تحت هيروح لل superficial inguinal lymph nodes. اتفقنا يا شباب؟ so the pectinate line acts as watershed between lymphatic drainage and venous drainage of the anal canal. وده ممكن يجي لك سؤال كده ظريف short AC question, compare in a table between the supply of upper half and lower half of anal canal, او يقول لك describe the blood supply او lymphatic drainage او nerve supply. بقى لازم تفتكر ان ال anal canal تسيستم دماغك كده has two embryological origins above pectineal line from endoderm of the gut tube, عشان كده ليها علاقة بالبورتال سيركيليشن and blah blah, and the lower part is ectoderman in origin from the surface ectoderm of the body, عشان كده ليها علاقة برضو بالسيستميك سيركيليشن and so on. تمام يا شباب؟ أظن المايند ماب دي هايلة, لخصت كل البلاد سبلاي ونيرف سبلاي ونيمفاتيك درينج وكأننا حطناهم في صورة كومباريزون.
وخدها دايما قاعدة في حياتك، اي structure له two embryological origins لازم يكون له two different linings في الهيستولوجي، لازم يكون له two ways of blood supply and two ways of venous drainage and lymphatic drainage and two ways of nerve supply. جميل جدا كده اتكلمنا عن السبلاي واتكلمنا عن الاناتومي بصفة عامة. فاضل لنا نتكلم عن الابلايد اناتومي اللي له علاقة بالتقاء الفينز بتاعت الابر بارت اوف ذا انال كانال اللي كانت رايحة to drain in the portal circulation، والتقاء هذه الفينز مع الفينز اوف ذا لور بارت اوف ذا انال كانال اللي كانت رايحة to drain into the systemic circulation. دي نفس الصورة اللي احنا متعودين عليها من اول المحاضرة، coronal section in the region of the anal canal. الشخص واقف قدامي او قاعد قدامي in the anatomical position واخد فيه coronal section، ده يمينه وده يساره، النص الامامي اللي انا قطعته في coronal section بصيت شلته خلاص، وبصص على النصف الخلفي للانال كانال زي ما انت شايف، وادي الفتحة الشرجية. هتلاقي في حاجات كده ايه dilated كده dilated under the mucosa of the anal canal. ايه dilatations دي؟ قالك في حاجة اسمها piles hemorrhoids البواسير، piles hemorrhoids and in Arabic called البواسير الشرجية. اوكي هذه البواسير تعرفها dilated tortuous veins of the anal canal. كلنا عارفين ان انا لو خدت dilated tortuous veins in the superficial veins of the lower limb كنت بسميها varicose veins، لما كان بيحصل dilated veins in lower end of the esophagus كنت بسميها esophageal varices دوالي المريء، لما كان بيحصل dilatation in the bambiniform plexus of the testis كنت بسميها varicocele دوالي الخصيتين. اما لما تحصل هذه dilated tortuous veins in the veins of the anal canal بسميها piles او hemorrhoids او البواسير. okay it may be external يعني ممكن تبقى موجودة في external venous plexus اللي هي outside the external anal sphincter، وممكن تبقى internal لو حصل dilatation ده في internal venous plexus اللي موجودة في submucosa of the anal canal. okay طبعا حتة external و internal و second degree و first degree و third degree و fourth degree اللي انت شايفينها دي، دي حاجات clinical البحتة، انا مش موضوعي ان انا اتكلم فيه. انا كل الحكاية في الاناتومي بديك تعريفات expressions عشان لما تدرس clinical ان شاء الله في الintegrated modules اللي احنا بندرسها دي تبقى سمعت عن الexpression قبل كده وعرفت الاناتوميكال basics بتاعته. تمام يبقى اذا لو حصل in the internal venous plexus of the anal canal هيبقى اسمها internal hemorrhoids، لو حصلت في الexternal venous plexus هيبقى اسمها external hemorrhoids. حتى بقى الديجريز بتاعتها فيرست ديجري والسكند ديجري، طب بتبان خارج الانس، طب بترجع مع الديجريز بريشر ولا ما بترجعش، ان سو اون، كل ده شغل كلينيكال ماليش دعوه بيه. الابر بارت اوف ذا انترنال بلكسس بيدرين فين واللور بارت اوف انترنال بلكسس بيدرين فين؟ فاكرين فينوس درينج اللي لسه شايفه دلوقتي؟ الابر بارت اوف ذا انال كانال ويل درين انتو ذا سوبيرو ريكتال فين جوينج تو انفيريو ميزنتريك فين سبلينيك فين بورتال فين، يعني علامة الاستفهام دي تدل انه portal circulation. The lower part of the anal canal venous drainage will go to the inferior rectal veins، يعني علامة الاستفهام دي معناها انه systemic circulation. يبقى اذا there is an area of connection between the portal circulation and systemic circulation and this is one of the most important parts of the portosystemic anastomosis اللي انا كلمتك عنها قبل كده في الفيديو او في المحاضرة بتاعت البورتال سيركوليشن، وممكن ترجع لها وتعرف فين اماكن البورتو سيستميك سيركوليشن وايه الابلايد اناتومي بتاعها. يبقى لما بيحصل بورتال هايبرتنشن يعني لا قدر الله تليف في الكبد او انكريز ان ذا بريشر انسايد ذا بورتال سيركوليشن، هيحصل باك بريشر على الميزنتريك فينز وعلى السوبيريور ريكتال فين، فيحصل هنا كونجيشن، يحصل احتقان في المنطقة دي، لأن كل ما يجي البلاد يطلع فوق يلاقي فيه بورتال هايبرتنشن ما يعرفش يطلع كويس وما يعرفش يطلع بسهولة، فيحصل نوع من الاستجنيشن هنا ويحصل نوع من الكونجيشن. تمام؟ طيب لو واحد ما عندوش بورتال هايبرتنشن يا سيدي، ما عندوش بورتال، الليفر بتاعته كويسة والدنيا كويسة، قالك ممكن يكون ما عندوش بورتال هايبرتنشن بس عنده كرونيك انكريز ان ذا انترا ابدومينال بريشر، يعني دايما عنده كف، chronic cough it's not catch sorry it's cough
حط جي في الاخر كف اوكي سي او يو جي اتش كف كرونيك كف يعني دايما عنده كحه مزمنه عنده ازمه صدريه مزمنه فدايما الراجل ده عنده كحه مزمنه فيحصل له كرونيك انكريز ان ذا انترا ابدومينال بريشر ممكن يكون عنده كرونيك كونستيبيشن لاي سبب من الاسباب فبيضطر يعمل ستريننج كتير ويحزق كتير ديورينج ديفيكيشن ممكن تكون السيده عادي ما عندهاش لا كرونيك كف ولا كرونيك كونستيبيشن بس عندها بريجنسي وجود البيبي انسايد ذا ابدومين بيعمل بريشر اون ذا بلاد فيسلز وبيعمل انكريز ان ذا انترا ابدومينال بريشر كل الظروف دي ممكن يحصل معاها بايلز او هيمورويدز بسبب الكونكشن اللي بين البورتال سيركيليشن وتاثيره بالانترا ابدومينال بريشر مع السيستميك سيركيليشن بتاع اللور هاف اوف ذا انال كانال اتمنى نكون فهمناها ولما تاخدوا ان شاء الله الكلينيكال ستاديز هتفهموا المين كونسبت اكتر واكتر وهتفهموا ديتيلز اكتر عن الكلينيكال ابليكيشن اوف بايلز اند هيمورويدز تعال بقى للمسكوليتشر اوف ذا انال كانال بص معايا على الصوره دي انا هنا قطع لك اخر حته من الريكتم وكل الانال كانال بالفتحه بتاعتها النهائيه اللي هي الانس بس مش كورونال سيكشن بقى انا جايب لك الكانال على بعضها زي ما انت شايف سيركولار ان شيب اهي This is the termination of the rectum. This is the beginning of the anal canal. طولها حوالي من 2.5 سنتي ل 4 سنتي تنتهي بفتحة الانس او فتحة الشرجية. هتلاقي في شوية muscles تتحكم في هذه المنطقة. The musculature of the anal canal are divided into four categories. عملتهم لك في صفحة واحدة. في mind map واحدة زي ما احنا متعودين. علشان وانت بتذاكر تسيستم دماغك. اول حاجة خالص الـ internal anal sphincter. الانترنال انال سفنكتر اي انترنال سفنكتر باخده في حياتي بيبقى اوتونوميك سبلاي انفولنتري مش بتحكم فيه براحتي ذا انترنال انال سفنكتر موجود عند الريكتو انال جانكشن يعني عند بدايه الانال كانال في المنطقه اللي انا بنورها بالليزر دي ذس از ذا انترنال انال سفنكتر ومش مكتوب هنا على الصوره ليه لان هو عباره عن ثيكند سيركولر ماسل لاير اوف ذا ريكتم يعني شايفين المسل فايبرز السيركولر اللي ماشي على الاوت وول اوف ذا ريكتم دي شايف السيركلز دي شايف السيركلز دي هي دي شايف السيركلز اللي ماشيه بالعرض الداخليه اللي باللون الاسود دي هي دي الانترنال انال سفنكتر ده واخد ابر 3/4 اوف ذا انال كانال لافف على الثلاث ارباع العلويين بتوع الانال كانال كلهم قال لك هو انفولنتري معناها ايه انفولنتري تفهم من كلمة involuntary وعلامة الاستفهام اللي حطيتها لك دي عشان تفكر معايا انه supplied by somatic ولا autonomic nervous system very good it's supplied by autonomic nervous system لانه involuntary غير ارادي يا ترى الautonomic nervous supply of the anal canal لسه قايله من شوية دقايق صغيرة فاتت لو كنت مركز sympathetic and parasympathetic sympathetic from inferior hypogastric plexus parasympathetic from pelvic splanchnic nerves very good يبقى الانترنال انال سفنكتر ده از انفولنتري وظيفته انه يفضل منقبض انفولنتري قافل الانال كانال عشان ما يسمحش بالباسج اوف فيسز والفضلات لما ما يكونش فيه بريشر في المنطقه دي طيب طالما في انترنال انال سفنكتر اكيد في اكسترنال انال سفنكتر وبما ان الانترنال انال سفنكتر كان انفولنتري ماسل فايبرز هو السيركولار لاير بتاعه الماسلز بتاعه الوول اوف ذا ريكتم اللي انا عمري ما اقدر اتحكم فيها يبقى الاكسترنال سفنكتر ده هيبقى فولنتري وكلمه فولنتري تشمل ان هو ارادي سبلايد باي سوماتيك نيرفوس سيستم يعني سبلايد باي انفيرير ريكتال نيرفز وسبلايد باي برانشز او البرينيال برانشز بتاعه سيكرال نيرف نمبر 4 اوكي هو عباره عن ايه قال لك هو عباره عن أربع أجزاء زي ما أنت شايف أو ثلاث أجزاء. بص معايا كده شايف بقى الدوائر اللي باللون البني الفاتح دي آدي الكوكسكس وآدي البرينيال بودي اللي كان موجود في السنتر أوف برينيوم وأتوقع إن في قدام بعد كده الإيه اليوريناري سيستم صح؟ والسيرفسز بيوبس خلينا نركز في الحتة دي بس. قال لك في جزء موجود سابكوتينيوس تحت الجلد على طول اللي أراوند ذا إينال أوبننج. فهسميه subcutaneous part of the external anal sphincter أو مفتح الجلد كده على جانبي الانس هلاقيه قدامي طب اطلع فوق شوية هلاقي فيه رينج ماسكة بين البرينيال بودي وبين التيب of the coccyx أو الانو كوكسيجيال رافي اللي خدناه قبل كده مع الليفيتور اناي وأنصحك تروح تراجع
البلفيك فلور ماسلز، عامل لها انا فيديو ظريف كده 3D، دور عليه في القناة هتلاقيه ان شاء الله، او في نفس الـ 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 يعني البلاي ليستز اللي موجودة. اوكي، ده هسميه سوبرفيشال بارت لانه اعمق شوية من السبكوتينيوس بس مش عميق قوي، فهسميه سوبرفيشال بارت اوف ذا اكسترنال انال سفنكتر. اطلع فوق اكتر واكتر هلاقي ده deep part of the external anal sphincter. التلاتة parts دول are voluntary supplied by somatic nervous system زي ما قلت لك من شوية، واقدر اتحكم فيهم اراديا. هم دول اللي انا بقدر اعمل لهم contraction علشان امنع عملية defecation او عملية التبرز، او امنع خروج flatus او ريح لما تكون الظروف غير مواتية وغير ملائمة، يبقى بتحكم فيه voluntary. تمام، بعد كده عندي بقى longitudinal muscle coat. longitudinal muscle coat دي عبارة عن longitudinal muscle fibers، ما اقدرش اشوفها هنا في الصورة لان موقعها موجودة between the internal anal sphincter and the external anal sphincter، وهي عبارة عن longitudinal muscle layer of the rectum. يبقى انا اذا شايفين circular muscles دي، شايفينها يا دكتور، ده internal anal sphincter اللي باللون الاسود. طب شايفين البني الفاتح ده، ده الاكسترنال انال سفنكتر. طب لو حطيت لونجيتيودنال ماسلز بين الاثنين، يعني بين الاسود اللي بالعرض ده وبين البني اللي بالعرض ده، هيبقى اسمه لونجيتيودنال ماسل كوت، مغلف برضو الريكتم مع الانال كانال. واخيرا شايفين السلينج دي، جبت سيرتها قبل كده، This is a part of the levator inai muscle اسمها puborectalis muscle، part of the levator inai، وحطيت لك علامه الاستفهام. ليه حطيت لك علامه الاستفهام؟ عشان تروح جري تفتح الليفيتور اناي ماسل وتعرف الاجزاء بتاعتها. وهفكرك انها كانت مكونه من جزئين كبار، النصف الامامي كان اسمه بيوبوكوكسيجيس والجزء الخلفي كان اسمه اليوكوكسيجيس. ذا بيوبوكوكسيجيس بارت اوف ذا ليفيتور اناي كان في جزء بيلف عامل زي حرف اليو كده اراوند ذا ريكتو انال جانكشن، سميناه بيوبوريكتاليس. بيوبو ريكتاليس. يبقى كده انا جبت لك جميع الماسكوليتشر اللي ليها علاقه بالانال كانال. عندي اتنين سفنكترز، وعندي لونجيتيودنال ماسل فايبرز بتوين ذيس سفنكترز، وعندي اليو شيبد سلينج، الحلقه دي اللي كانت ماسكه من قدام عند الهيب بونز ورايحه تلف ورا كده حوالين الريكتو انال جانكشن وترجع تمسك قدام تاني، سميتها بيوبوريكتاليس بارت اوف ذا ليفيتور اناي ماسل. وطبعا لازم تروح تبص على الليفيتور اناي ماسل اند ماسلز اوف بلفيك وول اند فلور، الفيديو 3 دي اللي انا عامله على القناه، دور كده بس اكتب بلفيك فلور ماسلز 3 دي او بلفيك فلور ماسلز دكتور احمد فريد، هتلاقيه على طول علشان تفتكر الاناتومي بتاع الليفيتور اناي ماسل. اوكي، يبقى اذا علامات الاستفهام اللي بحطها لك دي بحطها لك علشان تشغل دماغك، ومش عشان يبقى كل حاجه مكتوبه كده في البرزنتيشن ونبقى عباره عن ناس بتتلقى المعلومه بس. لا، انا عايزك تفكر involuntary في الاناتومي معناها autonomic nervous system، voluntary في الاناتومي معناها somatic nervous system. اوكي، واي autonomic nervous system معناها انه insensitive to pain and temperature، واي somatic nervous system معناها ان الاستراكشر ده هيحس بالبين والتاتش والتمبريتشر and so on. اوكي، طيب في حاجه بقى اسمها في اخر كده، بعد بقى ما اتكلمنا على المسكوليتشر اوف ذا انال كانال واتكلمنا على الفرق بين الابر بارت واللور بارت ان ذا ارتيريال سبلاي فينوس درينج ليمفاتيك درينج اند نيرف سبلاي، هنتكلم دلوقتي عن، كبرت لك الصوره اهي، راجعها تاني مع بعض. This is the rectum, this is the anal canal, this is the opening of the anus, and this is the junction between rectum and the anal canal. خدها من deep to superficial. المسلز الدائرية اللي كانت لفة حوالين التلات ارباع الفوقانيين بتوع الانال كانال وسايبة الربع التحتاني بس كان اسمها internal anal sphincter، وده كان involuntary and autonomic supplied. اوكي، اطلع outside this internal anal sphincter هتلاقي external anal sphincter اللي كان مكون من تلات اجزاء، subcutaneous، اطلع فوقيه شوية هيبقى فيه superficial part، اطلع فوقيه شوية هيبقى فيه deep part. بين الاسود اللي جوه اللي بالعرض والبني الفاتح اللي بره اللي بالعرض ده هيبقى فيه longitudinal muscle coat. واخيرا عندي puborectalis ring اللي هي part of the pelvic floor muscle اللي اسمها levator inai around the recto anal junction. قالك في حاجة بقى كده اسمها anorectal ring، عبارة عن ring of muscles formed of،
بيوبوريكتالس، شايفها اللي هي الرينج دي من بره لجوه، بيوبوريكتالس and deep part of the external anal sphincter and the upper part of the internal anal sphincter. شايف المنطقة اللي انا منورها بالليزر دي؟ دي اسمها ريكتو انال رينج او انو ريكتال رينج اوف مسكليتشر. المنطقة دي is very important in the continence of feces، مهمة جدا في التحكم في خروج الفضلات وفي خروج الفيكال ماتر from the intestine، مهمة جدا في التحكم في عملية التبرز. بص كده، هي جزء من ال internal anal sphincter in the upper part of the anal canal مع جزء من ال deep part of the external anal sphincter، لان ال deep part موجود فوق اهو غير السبكوتينيوس والسوبرفيشل، ومعاها كمان البيوبوريكتالس. يبقى مكونه من جزئين فولنتري واجزاء فولنتري، والرينج دي مهمه جدا لو حصل لها انجري لاي سبب من الاسباب، واحد بيعمل عمليه جراحيه، واحد بيعمل ابيزيوتومي لواحده بتولد ولاده طبيعيه عشان يوسع الفاجينال اوبننج ودخل كده في البرينيوم وعمل فتحه معينه، ممكن لا قدر الله يعمل برينيال تير، ممكن الفتحه الجراحيه دي تكون عن طريق الخطا تصل الى ان هو يقطع قطع في الرينج ده، فقال لك لا قدر الله لو حصل كومبليت سيرجيكال انسيجن قطعه هنا كده اضرت بالديب بارت اوف اكسترنال انال سفنكتر واضرت بالسيركولار ماسل فايبرز اللي موجوده هنا اللي هي الانترنال انال سفنكتر واضرت كمان بالبيوبوريكتالس، يبقى انت كده هتؤدي الى فيكال انكونتيننس او عدم تحكم في خروج البراز من الانتستين، ويبقى الشخص لا قدر الله بعد الشر علينا جميعا غير قادر على التحكم في خروج البراز او في خروج الفيكال ماتر او في خروج الفضلات من الانتستين بتاعته. اوكي، يبقى دي ما هي مكونات الانو ريكتال رينج او ريكتو انال رينج، عرفناها اهي. طب ايه الابلايد اناتومي بتاعها؟ عرفناه. يبقى اذا عشان الخص اللي قلته في كل المحاضره دي، افتكر معايا ان انا خدت البيجنينج والترمينيشن of the anal canal، افتكر معايا ان انا خدت الفرق في السبلاي between the upper part and lower part of the anal canal اللي كان له علاقة بالإمبريولوجيكال أوريجين بتاعها، واتكلمت شوية كمان عن المسكليتشر of the anal canal، وكذا نشوف علامة thank you without to be continued. معناها ان احنا كده خلصنا اجزاء اللارج انتستين، خدناها في اربع اجزاء ودخلنا في النص two videos عشان يكملوا لنا البلاد سبلاي بتاع الدايجستيف تراكت اللي هو السوبيرم زنتريك ارتري والانفيرم زنتريك ارتري. كده الجنرال اناتومي اوف ذا دايجستيف سيستم موجود كامل على البلاي ليست على القناه، هيبقى فاضل بس الامبيرولوجي. الى ان نلتقي ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامنه. كان معكم دكتور احمد فريد مدرس الاناتومي والامبيرولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.